القوي. اهلا وسهلا دكتور احمد جمعه، مبارك وشكرا على قبول الدعوه. مشاهدينا الاعزاء مرحبا، شكرا جزيلا. بدايه، كيف نقرا هذه الخطوه من سنة تراك، وهل كانت متوقعه دكتور؟ نعم، هي خطوه كانت متوقعه، وكانت سنة تراك يعني منذ مده يعني ابلغت شركائها باللي هناك مراجعه الاسعار بما يؤدي الى تحيين هذه الاسعار مع اسعار السوق. نعرف ان الاسعار بالنسبه للعقود الاجله دائما وبدائما تكون مقرونه بتاريخ امضائها، اذا الان يتم تحيين هذه الاسعار بما يؤدي الى استفاده الجزائر من منتوجها المباع في الخارج. ثم انه هناك تفاهم ايضا من الطرف الاوروبي خاصه الممثل في الطرف الايطالي لهذا الامر، وبالتالي جاء هذا نحن نقول هذا الامضاء والتوقيع النهائي على هذه الاتفاقات الاخيره. نعم، جميل جدا. طيب بالنسبه لهذه الخطوه، كيف ينظر اليها الشركاء في الغرب؟ هل كانت متوقعه كذلك من طرفهم في ظل هذه التطورات المتسارعه على الساحه الدوليه؟ نعم، لماذا؟ لان الغرب الان في اشكاليه كبيره، وهو يسعى جاهدا لتوفير الطاقه باي اثمان وباي طرق، وحتى انه يبحث دائما ابدا عن بدائل مختلفه لهذه الطاقه، وسخر حتى الطاقه التقليديه طاقه الفحم وغيره، وبالتالي فهذا امر مقرون دائما وابدا بالاحداث، والاحداث هي التي تفرض منطق السوق، والان منطق السوق يسود، وبالتالي هذا الامر عادي بالنسبه لاوروبا، وهي تقوم بالاساس على اقتصاد السوق. جميل. طيب المستقبل، هل سيتم كذلك اعاده النظر في هذه الاتفاقيات، وهل فيه بنود داخل هذه الاتفاقيات تنص على امكانيه مراجعتها في حال ما حدثت اي تطورات؟ هو يعني البنود لازالت لحد الساعه غير مقروءه غير واضحه، لكن اعتقد انه المفاوض الجزائري لما يصل لمثل هكذا حالات تحقيق نقدر نقول افكار كان ينادي بها ويتوجها، اعتقد انه سينتبه الى هذا الامر وسيدون هذا الامر باعتبار الامور متسارعه. ثم ان حتى الطرف الاخر الطرف الاجنبي ايضا يعي هذا الامر جيدا، وهم في العاده مفوضين يعني كما نقولوا اذكياء ويستقرؤون المستقبل، بالتالي يمكن انه تدار في خدهم انه اسعار الطاقه سوف لن تبقى يعني مرتفعه بهذه الصوره الى اجال طويله، وبالتالي ايضا هم ايضا يفكرون في امكانيه مراجعه الاسعار كلما تدنت الاسعار، وبالتالي الطرف المقابل يرى فيها تدنيا والطرف الجزائري يرى فيها ارتفاعا. نعم، طيب العائدات هل كذلك ستشهد ارتفاعا من وراء مراجعه هذه العقود؟ العائدات اللي تجي من وراء الطاقه يعني. اكيد، هي كلما زاد السعر كلما والكميه تقدر تقول راهي ثابته بالنسبه لايطاليا في حب كان بين 20.9 الى حدود 25 اذا ما تمت اضافه الاربعه المتفق عليها مؤخرا، بالتالي كلما زاد السعر وكلما زاد الايراد، وكلما زاد الايراد هو بالنسبه للجزائر اضافه في يعني وارداتها من البترول. نعم، من الغاز. نعم، جميل. طيب في شريك اخر وهو الشريك الاسباني، لا زيادات في كميات الغاز الى اسبانيا هذه السنه رغم النقص الفادح من وراء التصعيد ما بين روسيا واوكرانيا، ألن يؤثر ذلك في رأيك على السوق الطاقوية في أوروبا بالتحديد؟ لا أعتقد ذلك. لماذا؟ لأنه فعلا الإشكالية اللي قامت بين الجزائر وبين إسبانيا، وبالتالي تم يعني الإبقاء على الكمية المتفق عليها اللي هي في حدود 9 إلى 10 مليار متر مكعب، واللي هي سارية وفق عقود معينة. أيضا الطرف الإسباني أيضا لجأ إلى جهات أخرى واستطاع أن يحصل على بعض التوريدات من لدن الولايات المتحدة، وبالتالي فهذا الأمر عادي في السوق الدولية بصورة عامة، ارتبط بالمنتوج الطاقوي أو بغير منتوجات أخرى. إذا فالطرف الإسباني يبحث الآن على مواقع توريد أخرى وجهات توريد أخرى، والطرف الجزائري أخذ الموقف الصارم، وبالتالي أبقى على يعني العقود القائمة واللي هي متوجة في السابق، ولم يجد أي عقد جديد. في المقابل اتجه الآن صوب إيطاليا وصوب بعض البلدان الأخرى ربما
ستؤدي بالتالي إلى طيب. هذا الإحلال. دكتور، هو عدم زيادة الكميات المتعلقة بالغاز إلى إسبانيا مرده إلى وسائل التصدير، ربما الأنبوب اللي يشتغل الآن لا يكفي لزيادة هذه الكمية. هل ترى، وأنت خبير ومتابع للشأن الطاقوي، هل ترى أن الجزائر خلاص لازم تراجع سياستها فيما يتعلق بوسائل تصدير الغاز إلى أوروبا وإلى كل شركائها الطاقويين؟ والله أعتقد أنه هناك سعي دؤوب من طرف الجزائر، بما أنه كان في السابق فقط ترانسماد اللي هو عبر شقيقة تونس، والذي يصل إلى أوروبا من خلال إيطاليا، واللي تم إنجازه في منتصف ثمانية القرن الماضي. أعتقد أنه مع مطلع هذه العشرينية الثالثة من العقد الجديد تم التفطر لهذا الأمر، تم اعتماد أيضا أنبوب اللي هو عبر البحر ميت غاز، والذي دشنا يعني أو شرع في ضخ من خلاله في جوان 2021، وبالتالي هو حديث عهد. رغم أنه كان في المقابل أيضا أنبوب المغرب العربي اللي كان يمر مع شقيق المغرب، واللي بمقتضى يعني ظروف سياسية معينة تم توقيفه باعتباره أنه يعني يتواجد في التراب المغربي أكثر منه في التراب الجزائري. وهذا أمر سيحفز الجزائر ربما أولا من إمكانية توسيع مثلا أنبوب الغاز من الغاز، وهذا أمر متاح، ثم أن هذا الأنبوب في حد ذاته يقال أنه يمكن أن يصل إلى حدود 15-16 حتى 17 مليار متر مكعب، الآن فقط يضخ بالنسبة لإسبانيا في حدود 9 مليار متر مكعب، وبالتالي هناك سعة إضافية يمكن أن يستفيد منها إذا يعني كانت هناك يعني إعادة بعث علاقات مع إسبانيا أو مع البرتغال باعتباره يوصل إلى هاتين الجهتين. في المقابل أنه الترانسماد اللي هو يصل إلى حدود 36 مليار متر مكعب، الآن يتم عبره ضخ حوالي 25 حسب ما عليه مؤخرا بعد زيارة وزير والوزير الأول الإيطالي، والإيطاليان تسعى للاستزادة أكثر باعتبار هناك سعة في هذا الأنبوب يعني بما يقدر تقريبا 10 مليار متر مكعب إمكانية يعني التزود من خلال هذا الأنبوب، وهذه بالتالي تعطي أيضا فسعة للجزائر أنها تشغل قدرتها عبر أنبوب ترانسميت. نعم، جميل جدا. وهو كذلك أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد طلطال الخبير الطاقوي على هذه المشاركة معنا صباح اليوم. إذا مشاهدينا، النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. Thank you.